Salam, j'espère que vous allez bien. Sinon, Lyoma, dites combien deuxième vidéo, tu as les acides aminés. Où il y a les propriétés physiques et chimiques, tu as les acides aminés. D'abord, premièrement, les propriétés physiques. D'accord? Où je mets les propriétés physiques? Déjà, aslan, où est-ce que tu as? Soit les lipides, ou les glucides, ou le chapitre que tu as fait, qui est la quelle propriété physique de l'fibalk? Billy, il y a la solubilité de l'fibalk, ou les capacités de l'ouaban, de l'fibalk, il y a la capacité de l'ouaban, de la capacité de l'ouaban, de la capacité de spectre, de la capacité de l'ouaban. D'accord? Où est-ce هذه à peu près هذو هما لي بروبريتي فيزيك. Par contre les propriétés chimiques معناتها كل عفسه عندها علاقه ب par exemple اضفنا ماده كيميائيه زعما حكمنا هكا اسيد اميني كي نزيدوا العفسه هذيك ماده كيميائيه معينه واش يولي اكزاكتومون ولا par exemple تحول انزيمي نقولك بلي هذاك التحول يقدر يصرى par voie enzymatique ماشي ليس بالضروره انه نديروا له ماده كيميائيه يقدر يصرى ناتورالمون في الكور تاعنا par voie enzymatique. على كل دوكا رانا مركزين مع لي بروبريتي فيزيك. D'accord, les propriétés physiques, les khawas physiques. Nebdaou, la première propriété physique ou liya la solubilité, ou je m'en tais كلمه la solubilité ou liya qabiliyat dhawaban. Ya jma'a, كون زعما كنا في السكريات في الجلوسيد ونقول لك لا سوليبيليتي تجيك بزاف سهله باسكو تقول لي ياه نحكم مغرفه سكر ونحطها في كاس ما نخلط ايه صح السكر يذوب في الماء عندك الحق واش راك تهضر تجيك بزاف سهله باسكو راك شايفها كل يوم بصح كي نقول لك لا سوليبيليتي في الاحماض الامينيه ما تبانلكش باسكو حنا ماناش عارفين نحكموا الاحماض الامينيه وندوبهم anyway اقراو معايا قالك لا ماجوريتي تاع لي اسيد اميني سون سولوبل دون لو اي لي سولفون بولير معناتها لي اسيد اميني زعما حكمت مغرفه اسيد اميني وذوبتها في الماء ولا في لي سولفون بولير واش معناتها كلمه لي سولفون بولير هما المذيبات القطبيه ذات القطبين تشبه للماء زعما جو زعما هاد العفايس يشبهوا للماء ان توكا ماهمش زعما كيما الزيت ولا داكوغ الزيت سي ابولير. على كل هادو من المحاليل ذوبوا فيهم نورمال اليز لي اسيد اميني داكوغ قال لك اي انسولوبل لي اسيد اميني ما يذوبوش دون لي سولفون ابولير لي اسيد اميني ما يذوبوش في لي سولفون ابولير كيما زعما الزيت ما يذوبوش في الزيت داكوغ قال لك لو سولوبيليتي دون لو اوكي اي لي سولفون بولير dépend de la chaîne latérale. Ok. حنا دوكا رانا متفاهمين بلي لي اسيد اميني يذوبوا في الماء ولي سولفون بولير هذه كاع رانا متفاهمين فيها ولكن اسكو هذوك العشرين حمض اميني كامل حيذوبوا بنفس الطريقه اسكو حيذوبوا كامل بنفس الفعاليه ولا كاين اللي يذوبوا اكثر شكون هم قالك لي زامينو اسيد ولا اسيد اميني كيف same thing. Anyway, les aminoacides à chaîne latérale apolaire. Les عندهم la chaîne latérale تاعهم apolaire, يعني hydrophobe. D'accord? قالك sont peu solubles, شويه solubles, ماهمش solubles بزاف. D'accord? في الماء ou bien sûr, في الماء ou les solvants polaires. كيما الايزولوزين داكوغ مثال شكون هما الابولير اللي قريناهم في الكلاسيفيكاسيون الشفاولي ماشي قلنا فامب جيرل جو اون فاين تريب يس اور نو قلناها دونك هذوك قال لك بلي هذوك قلنا علاش صنفناهم على اساس ابولير باسكو عندهم لا شين لاتيرال تاعهم ابولير داكوغ تري بيان قال لك ثاني لي زامينو اسيد اشين لاتيرال بولير لا شين لاتيرال تاعهم الي بولير داكوغ سون تري سولوبل بزاف سولوبل اللي يكون عندهم لا شين لاتيرال بولير يعني هيدروفيل ماهمش هيدروفوب قريناهم في الكلاسيفيكاسيون كيما قال لك سيرين سيرين على بالنا بلي كحولي بصح قبل ان يكون اسيد اميني كحولي راهو ديروا في بالكم بلي الي بولير داكوغ صح هادي داخله في لا سولوبيليتي سولوبيليتي سهله ما كان والو هكا احفظهم لي هكا ماشي حفظها فاهمه تفهمهم تسيب روحك حافظها اوتوماتيك داكوغ anyway البي قال لك سي لا ستيريو ايزوميري واش معناتها كلمه لا ستيريو ايزوميري داكوغ لا ستيريو ايزوميري قال لك تو لي اسيد اميني كامل لي اسيد اميني سوف الجلايسين ما عدا الجلايسين شفاولي مليح ال 20 حمض اميني
كامل ما عدا الجلايسين يعني 19 حمض اميني او موا ان اتوم دو كربون اسيمتريك عندهم على الاقل كربون اسيمتريك داكوغ ما عدا الجلايسين دوك حتسقسوني تقولي لي ايا واش معناتها كربون اسيمتريك وكيفاش نعرف باللي عنده كربون اسيمتريك وعلاش الجلايسين ما عندوش كربون اسيمتريك اوكي دوك نفهمكم اكتبوا معايا هذه القاعده باللي كربون اسيمتريك معناه كربون دايرين به لي كات سوبستيتيو ما يتشابهوش نعاود هو كربون دايرين به لي كات سوبستيتيو ما يتشابهوش داكوغ نروحو نشوفو الجلايسين كيفاش داير اوكي ويت مثلا شوفوا لي الالانين قبل شوفوا لي الالانين باش نوريلكم كربون اسيميتيك شوفوا لي الالانين شوفوا السي هذاك الوسطاني واش عنده على اليسار عنده الاش على اليمنى عنده الان اش 2 من تحت عنده سي اش 3 ومن الفوق عنده سي او اش حاجه ما تشبه لخوتها دونك الكربون الوسطاني هذاك سي ان كربون اسيميتريك عنده 4 سوبستيتيون دايرين به حاجه ما تشبه لخوتها باغ كونتر كون نروحو نشوفو الجلايسين ايا نطلعو الفوق نحوسو على الجلايسين شوفوا معايا الجلايسين كيفاش دايره هاو الجلايسين شوفوا الجلايسين واش عنده عنده من الفوق سي او او اش بون هنا كتب لك سي او او موا باسكو زعما كانت متاينه بصح هي في الحق سي او اش ما عليناش ومن على اليسار عنده ان اش 3 بلس اللي هي كانت ان اش 2 قبل ما تتاين وعنده الاش على اليمنى وعنده تحت اش تسمى عنده اش واش زوج خطرات تتعاود تسمى لي كات سوبستيتيون ماشي في ربعة ما يتشابهوش دونك هذاك الكربون الوسطاني il n'est pas asymétrique راهو سيميتريك داكوغ دونك الجلايسين ما عندوش كربون اسيميتريك داكوغ صح نعود نقولو لاباج ديالنا دوك انا كي قال لك صوف الجلايسين واش فاش ينفعني انايا فاش تنفعني هاد القاعده هذه تاع بلي الجلايسين ما عندوش كربون اسيميتريك وباغ كونتر لي اسيد امين 19 الاخرين كامل عندهم كربون اسيميتريك فاش تنفعني قال لك لو كربون اسيميتريك داكوغ ابيلي اوسي سونتر دو كيراليتي يعيطولو هكا سونتر دو كيراليتي ايت ان كربون ليي ا 4 سوبستيتيون ديفيرون دونك سوبستيتوي اسيميتريكمون هذا التعريف تاعو دونك يشرح لك واش كنت نشرح لكم انا دوكا anyway ان كربون اسيميتريك كونفير aux aminoacides une activité optique واش معناتها هاد الهضره بلي ليكزيستانس تاع ان كربون اسيميتريك رايحه تمد الحمض الاميني ماشي غير في الاحماض الامينيه حتى في ليزوس حتى في ليزوس ليزوس تاني عندهم دي كربون اسيميتريك حتى الاحماض الامينيه ما كاش غير واحد عندهم دي كربون اسيميتريك داكوغ ما يهمكمش تعرفوا في الاحماض الامينيه ايتو كيفاش تعرفوهم anyway المهم عندنا دي كربون اسيميتريك قلت لكم الكربون اسيميتريك ليكزيستانس تاع على الاقل كربون واحد اسيميتريك رايحه تمد لهذاك الاسيد اميني ولا خلوني نقول هذاك لاس باغ اكزومبل الوحده تاع الجلوسيد رايحه تمد له اون اكتيفيتي اوبتيك حيقدر يولي عنده ان بوفوار روتاتوار واش معناتها كي يولي عندك ان بوفوار روتاتوار معناتها حتقدر ديفي لا لوميير واش معناتها ديفي لا لوميير معناتها انت اسيد اميني راك واقف وجاك الضوء جاك الضوء هذاك الضوء من منبع ضوئي زعما فيوزا ولا ما بيش انا بروجيكتور ولا كش حاجه حتقدر تحكم هذاك الضوء وديفييه سواء على الجهه اليمنى تدوروا على الجهه اليمنى ولا تدوروا على الجهه اليسرى التفاصيل ما يهموكمش يهمكم هكا ليدي اون جينيرال باللي ايماجيني روحك انت راك واقف وجا اخوك ضربك بسقله الا ضربك بسقله على الخد اللي منا دور راسك على هذه الجهه الا ضربك على الخد اللي منا دور على هذه الجهه مي قبل اصلا ما يضربك بسقله لازم اصلا يكون عندك خد كشغل الخد هذاك هو لو كربون اسيميتريك لازم اصلا يكون عندك ان كربون اسيميتريك باش تقدر تولي عندك بوفوار روتاتوار باش تقدر تدور على الجهه اليمنى ولا تدور على الجهه اليسرى داكوغ الى درت على الجهه اليمنى ادروات يعيطولك ديكستروجير هاو قالك سي لا روتاسيون سيفيكتو ادروات اون دي كو لا موليكول اي ديكستروجير ولا نقولولها بلوس
داكوغ هذيك بلوس علاش زادوها باسكو علاش كاين واحد الجهاز يقيسوا به هذا الشيء لو بوفوار روتاتوار يتقاس باجهزه معينه عنده دي فالور زعما نقولوا زائد 17 زائد 57 دي فالور يعطيهم لك الجهاز دونك بلوس قال لك بو ماهيش راهي مختفيه بك الكتيبه قال لك سي لا روتاسيون سيفيكتو ا غوش الى رحت لللفت لفت دونك اون دي كو لا موليكول لي فوجير راهي مخبيه لي فوجير ولا نقولوا لها ناقص داكوغ صح تري بيان هذه فهمناها نورمالمون اللي ما فهمهاش يعاود بك لا فيديو Alors toujours avec la stéréoisomérie, quelle est donc selon l'orientation dans l'espace, tel les substituants tawana, tel les en fait des substituants des carbones asymétriques, d'accord? Tel les carbones asymétriques, il existe pour chaque acide aminé plusieurs stéréoisomères. Où je m'entends là, là, je m'explique. Très bien, je m'explique. قبل ما نكسبليكي نقولكم برك حاجة بلي هادوك لي ستيريوزومير عندهم دي بوفوار روتاتوار ديفيرون دونك إلا زعما واحد كان ديكستروجير لوخر حيكون ليفوجير داكوغ قبل جيكسبليك هاديك لافراز الأولانية ديرو في بالكم عفسة بلي لوريونتاسيون دون ليسباس كل واحد عنده اوريونتاسيون دون ليسباس ديفيرونت Par exemple, les os, مثلا على سبيل المثال السكريات ولا الأحماض الأمينية كيف كيف la formule brute تقدر تكون زعما لا ميم دوك زعما par exemple عندك نتايا la série D et la série L d'accord normalement تعرفوها هذه اللي قرا معايا لي زوس يفهمها la série D ou la série L عندنا le D glucose مع le L glucose ce sont des enantiomères d'accord على سبيل المثال ثاني ناخذ مثال بال les acides aminés par exemple le D aspartique مع le L aspartique ثاني plutôt le D aspartate مع le L aspartate parce que الاصح ان نقولوا aspartate d'accord ولا نقولوا acide aspartique الا قلنا aspartique لازم نزيدوا كلمه acide anyway ما يهمش المهم D aspartate ou le L aspartate هاد لي دو ce sont des enantiomères معناتها image en miroir d'accord هادي حاجه صح هادوك لي زيماج اون ميروار ديروا في بالكم بلي لو بوفوار روتاتوار تاعهم حيكون ديفيرون الا واحد كان ليفوجير الاخر حيكون ديكستروجير داكوغ اوتوماتيكلي هادي هي الحكايه اللي يهضر لك عليها دوكا ولينونسيومير سو سون دي ستيريويزومير داكوغ تبع لا ستيريويزوميري باسكو حلاش في لا ستيريويزوميري واش عندنا عندنا لي زينونسيومير عندنا تاني لي زيبيمير اوكي هادو اللي قراو لي زوس نورمالمون يفهموش معناتها اللي ما قراوش لي زوس سي با غراف سي با فريمون ا روتينير هاد العفايس اللي ما قراوش لي غلوسيد بصح اللي قراهم سي دونك قالك شاك امينو اسيد اورا دو بيسونس ان ستيريو ايزومير واش معناتها هاد الهضره دو بيسونس ان هادي واحد القاعده يونيفرسال تقول لك باللي دائما دير زوج اس ان باش تلقى شحال عندك من ستيريو ايزومير صح بصح داك الان وشنو الان هذاك الفوقاني سي عدد لي كاربون اسيميتريك على سبيل المثال ناخذ مثلا هذايا ناخذ مثال بهذا لاسيد اميني زعما له الانين الالانين شحال عنده من كاربون اسيميتريك عنده كاربون واحد برك اسيميتريك داكوغ دونك نديرو زوج اس واحد شحال حنتحصلوا على زوج دونك عندي في الالانين زوج ستيريو ايزومير هذا ما كان داكوغ عندي زوج ستيريو ايزومير صح نعاودو نطلعو بك الفوق دقيقه قال لك شاك امينو اسيد اورا دو بيسونس ان ستيريو ايزومير افيك الان وشنو هو الان لو نومبر دو كاربون اسيميتريك دائما وابدا اون فونكسيون دو لوريونطاسيون دو غروبمون دامينو اسيد سيري دي اي سيري ال هاو يحكي لك بلي لي ستيريو ايزومير هادوما واش معناتها من بين الاختلافات على ستيريويزومير شغل وشنو هما هادو اصلا ستيريويزومير سي بلوتو عندهم علاقه بلا سيري دي ولا سيري ال اوكي على سبيل المثال قلت لكم الالانين الالانين صبنا عنده دو ستيريويزومير صح هذوك لي دو ستيريويزومير وشنو هما شوفوا هذه خذوها قاعده مادام زوج ستيريويزومير معناتها هذوك الزوج سو سون دي زينونسيومير هذه خذوها قاعده زوج ستيريويزومير معناتها لي دو سو سون إنونسيومير واش معناتها كلمة إنونسيومير معناتها إيماج أون ميغوار واش معناتها كلمة واش معناتها تاني إيماج أون ميغوار واش معناتها إنونسيومير معناتها لا سيري دي في إس لا سيري إل دائما وأبدا هادي واش معناتها إنونسيومير باغ ديفينيسيون معناتها إلا لو دي ألانين عندك تاني لو إل ألانين داكوغ
صحه حيت سقسوني تقولوا لي صحه لا سيري ديرو لا سيري الف لي زاسيد اميني كيما كيكوننا في لي زوس كيف كيف يا اخي في لي زوس كيفاش كنا نعرفوا لا سيري ديم لا سيري ال يا اخي كنا نشوفوا لو او اش تاع لافون ديرني كاربون وين راهو راهو على لا دروات ولا راهو على لا غوش الا كان لو او اش تاع لافون ديرني كاربون على لا دروات كنا نقولوا لا سيري دي ولا كان لو او اش تاع لافون ديرني كاربون على الجهه تاع الغوش لفت كنا نقولوا لا سيري ال anyway لي زاسيد اميني ماشي هذا هو الحساب اللي نحسبوه لي زاسيد اميني نشوفوا على حساب الان اش 2 ماشي الان اش 2 تاع الجذر ار الان اش 2 تاعك الاصليه تاع لا سيد اميني شغل تاع يا اخي لي زاسيد اميني عند كامل عندهم ان اش 2 و سي او اش ماشي نهضركم على الجذر نهضركم على الان اش 2 الفوقانيه دونك تشوفوا لي الان اش 2 هذيك الان اش 2 اذا كانت ادروات دونك تقولوا له لا سيري دي الا كانت الان اش 2 على الجهه اليسرى لفت تقولوا له ال داكور هذه معلومه اكوتي anyway صبنا دو ستيريوزومير اوتوماتيكمون سي دو ستيريوزومير معناتها هذوك الزوج سو سون دي دينونسيومير السلام عليكم اكزومبل واحد اخر باش تزيدوا تفهموا ما خير مثلا روحنا لواحد الاسيد اميني هذاك الاسيد اميني صبنا عنده دو كربون اسيميتريك كيما شكون كيما ثريونين داكور صح ثريونين عنده زوج كربون اسيميتريك كي روحنا نطبقوا عليه هذيك القاعده اليونيفرسال باش نعرفوا شحال عندي من ستيريوزومير نروحو نديرو زوج بويسونس زوج دو بويسونس دو صبنا ربعة دو بويسونس دو سي ربعة سي بون زوج أستنين ربعة ستيريوزومير هذه خذوها قاعدة مادام ربعة ستيريوزومير معنتها صح هادوك نتوما تسقسوني تقولوا لي انا لي ستيريوزومير عندي فيهم لي زيبيمير عندي فيهم لي زونونسيومير داكور عندي فيهم بزاف امور وشنوها اكزاكت دونك خذوها قاعده مادام ربعه ستيريوزومير معناتها دو بير دي نونسيومير اي دو بير دي بيمير واش معناتها هاد الهضره صح قبل اينونسيومير واش معناتها معناتها ايماج دو لان ايماج لان دو لوتر دون ان ميروار معناتها يختلفوا في كلش اللي تلقاوها في اللي تلقاوها من الجهه اليسرى عند الاولاني الاخرى تصيبوها في الجهه اليمنى ولي بيميري واش معناتها بار ديفينيسيون يختلفوا في كلش في لورينتاسيون محسوب في لورينتاسيون باردون يتشابوا في كلش في لورينتاسيون ويختلفوا في ان سول كربون اسيميتريك في ان سول كربون صح هذا مثال على ثريونين هذا شوفوا روماركيو ثريونين لو دي ثريونين مع لو ال ثريونين سو سون دي زينونسيومير دونك هذا هو لا بير الاولانيه داكور اي او ميم طون عندي لو دي الو ثريونين مع لو ال الو ثريونين هادو ثاني هاد الزوج التحتانيين ثاني نونسيومير داكور اوكي شوفوا دايوغ اللي راهي منايا على لا على لا دروات انا جدو لواش في زوج راهم على لا دروات روماركيو في لو ال الو ثريونين راهم في زوج على لا غوش ايه هادي واش معناتها ايماج دو لان image de l'un pardon image l'un de l'autre dans un miroir remarquez le deuxième اللي راهي على لا دروات تسيبوها منايا في الثريونين على لا غوش واللي راهي من على لا غوش تسيبوها من على لا دروات هذه واش معناتها لي نونسيومير دو بير الزوج الفوقانيين والزوج التحتانيين دو بير دوكا لي بيميري حتسيبو دو بير دي بيمير حتسيبو لو ديثريونين مع لو دي الو ثريونين داكور روماركيو يتشابهوا في الاورينتاسيون تاع كلش ويختلفوا في اورينتاسيون وحده تاع الاو اش مثلا هنايا او اش التحتاني راهو على لا دروات الفوقاني راهو على لا غوش سي بون روحوا لي من هنايا تاع لو ال ثريونين داكور مع لو ال الو ثريونين روماركيو فوقانيه الكربون نيميرو 2 الان اش 2 راهو على غوش ومن هنايا باردون ماشي الان اش 2 الاختلاف راهو في الاو اش الكربون نيميرو 3 صافي وهذا الاو اش تاعو راهو ادروات وهذا الاو اش تاعو راهو اغوش السلام عليكم ليسونسيال ما تشدوليش لي ديتاي واش تشدولي هذا سي ان اكزومبل برك داكور سي ان اكزومبل عطاك اكزومبل باسيد اميني قال لك بلي حيكون عندك مادام عندك 4 ستيريوزومير دونك اوتوماتيكمون دو بير دينونسيومير دو بير دي بيمير اذا كان عندك دو ستيريوزومير اوتوماتيكمون هذوك زوج اينونسيومير داكور دوك واحد يجي يسقسيني واش يقول لي قولي ايا كون زعما ما عنديش هنا باش صبنا اربعه لي ستيريوزومير كانوا عندي دو كربون اسيميتريك قولي ايا ايماجين ما عنديش دو كربون اسيميتريك عندي كتر انا نقول لكم بلي امبوسيبل داكوغ دوها من عندي بلي لا ما كاش كيفاش سي بون خلاص هنا العلم تاعكم هنا يحبس
اوكي صح صح نكملو توجور افيك لي بروبريتي فيزيك. قالك رمارك توجور ستيريوزوميري رمارك اون ريغل جينيرال لي اسيد امينو روتروفي دون لي بروتيين ناتوريل سون دو لا سيري ال. واش معناتها هاد الهضره؟ معناتها لي اسيد امينو اللي خلقهم ربي ناتوريلمون هما لا سيري ال ماشي كيما لي زوس. لي زوس واش قلنا عليهم؟ قلنا عليهم باللي اللي خلقهم ربي ناتوريلمون سي لا سيري دي ولا سيري ال ديفلوبوها مخبريا. إيه. Par contre, les acides aminés, c'est le contraire. La série L, هي اللي خلقها ربي, ou la série D, développée par مخبريين. قالك, on peut cependant retrouver les acides aminés de la série D. Parfois, تلقاو, ماشي زعما ما تلقاوش كامل. وين تلقاوها؟ في les parois bactériennes et dans certains antibiotiques peptidiques. C'est rare. Ça généralement répandu dans la nature, il y a la série L, les acides aminés. Le mouhim, il y a deux énantiomères, D et L. Il y a les énantiomères, on a les images dans un miroir. C'est comme la série D vs la série L, d'accord? D'un même acide aminé ont des pouvoirs rotatoires opposés. Automatiquement, c'est beau le pouvoir rotatoire, t'as un méchi kif. Ouahed, c'est beau le pouvoir t'as d'extrugir, ou l'autre, c'est beau le pouvoir t'as d'ivougir. حذاري ثم حذاري ماشي معنتها لا سيري دي كامل ديكستروجير ولا سيري ال كامل ليفوجير ما عندهاش معنى. تقدر تصيب لا سيري دي ديكستروجير كيما تقدر تصبها تصيبها ليفوجير. مي بصح دير في بالك الا صبت مثلا لو دي اسبارتات صبتو ليفوجير تسمى لو ال اسبارتات اوتوماتيكمون ديكستروجير داكور حيكونوا اوبوزي عليك الامان. وكي حتسيبهم اوبوزي حتسيبهم لا ميم فالور. قلت لكم كاين واحد الجهاز يقيس وكذا زعما لو دي اسبارتات صبناها ناقص 17 لو دي اسبا لو ال اسبارتات شحال حنصيبوها؟ حنصيبوها زائد 17 دونك كي تجي تجمع ما بيناتهم حتسيب زيرو داكوغ حتسيب نول. حاجه واحده اخرى كي دير لا فالور ابسولو يعني القيمه المطلقه زائد 17 ولا ناقص 17 حتصيب لا ميم فالور صح ولا ماشي صح؟ دونك هذا واش حيشرح لك انا علاش نشرح لك هذا الشيء باسكو باش ما تتخلعوش كي تشوفوهم. قال لك اوبوزي مي اون فالور ابسولو ايدونتيك لو ميلونج ايكيمولير دو سي ديرني انونسيومير اي ابيلي ميلونج غاسيميك دون لو بوفوار روتاتوار اي نول. يعيطوا له ميلونج غاسيميك يعني زائد 17 ناقص 17 يساوي زيرو ميلونج غاسيميك وين يساوي نول داكور. كملنا لا بروميير سيونس مازال ما كملناش شي بروبريتي مازال نروحوا للديابو الدوزيام تاعنا باش نكملوا لي بروبريتي فيزيك. اوكي صح deuxième propriété physique en fait troisième propriété physique parce que l'oulanie est solubilité deuxième شنو هي la stéréoisomérie troisième ou les propriétés spectrales واش معناتها كلمه propriété spectrale عندها علاقه بالضوء عندها علاقه بالسبكتر عندها علاقه بالاطياف الضوئيه d'accord coloration et absorption de la lumière يعني امتصاص الضوء d'accord صح تبعوا معايا واحد العفسه واحد الفكره كنت فاهموها سي بون تفهموا هاد البروبريتي. يا جماعه انت تحكم لي كاس فيه الماء اوكي وتحط لي فيه السكر نعطيكم مثال بالسكر باسكو مثال مقرب كيما نقولوا وتخلط داكور الضوء وتشعل زعما فيوزه الضوء يدخل من هاد الجهه الضوء يدخل سورس دو لا لوميير الضوء هي عباره عن اطياف عباره عن فوتونات يدخل من هاد الجهه ويخرج من الجهه الاخرى اوكي حطرو ماركيو باللي الكاس تاع الماء والسكر ما ابسورباش بزاف هذاك الضوء باسكو كاين محاليل تابسوربيه كاين محاليل تابسوربي تري بيان حطرو ماركيو داك الكاس تاع الماء والسكر ما يابسوربيش بزاف دايو قلناها في لي بروبريتي فيزيك تاع لي زوس قلنا باللي لي زوس ما يابسوربيوش لا لوميير فيزيبل فيزيبل تري بيان ابسورب بو لا لوميير فيزيبل دايو ميم لا لوميير ماشي فيزيبل ما يابسوربيوش بزاف دوك حاجي واحد يسقسيني يقول لي تسمى كاين لوميير فيزيبل ولوميير ماشي فيزيبل انا عماه كاين لوميير تشوفها عينك وكاين لوميير ما تشوفهاش عينك كاين لوترا فيولي الاشعه فوق البنفسجيه ما تشوفهاش عينك كاين اشعه تحت الحمراء ما تشوفهاش عينك دايوغ كاين واحد النظريه تقول نظريه ماهيش مثبته علميا بصح تقول باللي الملائكه الطيف تاعهم فوق البنفسجيه لا بها عيننا ما تشوفهمش وباللي الجن
الطيف تاعهم تحت الحمراء، على بها عيننا ما تشوفهمش، باسكو العين تاعنا تشوف غير الاطياف اللي ما بين البنفسجي والاحمر، ما على باليش لا تعرفوا القوس قزح ولا لا. لا انتوكا القوس قزح عنده دوز اكستريميتي، اكستريميتي بنفسجيه اكستريميتي حمراء، ما بيناتهم تشوفهم عينك، فوق البنفسجي ما تشوفش عينك، تحت الحمراء ما تشوفش عينك. داكوغ خابية خلاص. المهم هذا الكاس كيما قادر يكون فيه ماء والسكر، قادر يكون فيه ماء واحماض امينيه. دونك هذا واش راه يشرح لك لهنا، عنده زعما فيه احماض امينيه. داكوغ شوفوا معايا، قال لك بلي لي سوليوشن داسيد اميني، المحاليل اللي فيهم اسيد اميني سون انكولور، ربي خلقهم ماشي ملونين، ربي خلقهم ترانسبارانت. هذه حاجه ديروها لي في بالكم صا. داكوغ تري بيان. حاجه واحده اخرى، يساوي نابسوربو با لا لوميير فيزيبل، ما يابسوربيوش لا لوميير فيزيبل، ما يابسوربيوهاش. هذا البيشر هذايا ماهوش حيابسوربي لي كامل الطيف الضوئي الوارد. دونك هذاك الاي زيرو اللي دخل، هذاك اي زيرو سي الطيف الضوئي اللي راهو وارد للبيشر، والاي سي الطيف الضوئي اللي خرج من البيشر. الاي زيرو يساوي الاي تقريبا، باسكو البيشر هذاك المحلول اللي راهو في البيشر ما شربليش الطيف، ما شربوش داكوغ، ما ابسوربيش كامل صح. لي ديتاي سي با سي با، راني فاهمكم بك الفكره، سي با سافوار لي ديتاي. anyway باش تفهموا لي الفكره، قال لك بلي مي سمعوني مليح، لا بلو بار تاع لي زاسيد اميني يابسوربيو ا اون لاندا اصغر من 230 نانومتر. شوفوا واش دالك بين قوسين يو في لوانتان، واش معناتها كلمه يو في؟ معناتها لولترا فيولي، معناتها لا بلو بار تاع لي زاسيد اميني يابسوربيو لولترا فيولي، يابسوربيو لا لوميير اللي ماشي فيزيبل. نعاود الفوقه واش قلت لكم، قلت لكم لي زاسيد اميني ما يابسوربيوش لا لوميير فيزيبل اللي تشوفها عينك، هذه لابسه نوادر على بالي ندير الصوت، لا ما يابسوربيوش لا لوميير فيزيبل اللي تشوفها عينك. باغ كونتر اي لابسورب لا لوميير يو في، بصح واش شنو؟ اون لاندا اصغر من 230 نانومتر. ياه وشنو هذه لاندا وشنو هذه 230 نانومتر؟ صح لاندا هي طول الموجه، باسكو الضوء هو عباره عن امواج ضوئيه، لاندا هي طول الموجه، 230 نانومتر هي الطول تاعها سبحان الله بالنانومتر، باسكو الطول تاعها يتقاس بالنانومتر ماشي بالمتر، ماهوش طويل ا سو بوان. داكوغ تري بيان اوكي. قال لك دوكا هذا لك اون جينيرال اذا سي داميني كامل لا بلوبار، مي بصح طالك واحد التفصيل، هذا التفصيل تشفاولي عليه، هذا واش راني حنقول دوكا الله يسهل لازم تشفاولي عليه. قالك لي زاسيد اميني اروماتيك، راكو شايفين عليهم لي زاسيد اميني اروماتيك، اروما اور تي وذ باي ذا تريب از اولويز فاين، تي تي روزين، تريب تريبتوفان، اف فيني فاين فينيل الانين تري بيان. وزدنا لهم شكون؟ زدنا لهم الهيستيدين، بصح هنا ما ذكرهولكش اوكي. واش قلنا؟ لي زاسيد اميني اروماتيك ابسورب دون لو في بروش، باسكو الاخرين ابسورب دون لو في لوانتا، مي هادو ابسورب دون لو في بروش بلا سون سافوار واش معناتها يو في لوانتا و يو في بروش. هاكا شفاولي عليهم بلي 280 نانومتر، شكون؟ تيروزين، التيروزين يابسوربي لك 280 نانومتر. اما عن التريبتوفان ايه باردون جو ميكسكوز، 280 نانومتر التيروزين والتريبتوفان لي دو، التيروزين والتريبتوفان يابسوربيو 280 نانومتر. اما عن الفينين الانين يابسوربي 260 نانومتر. دوك نوريكم بالتفصيل، شوفوا معايا هاو. قال لك لابسوربونس، هذه سي لابسوربونس على محور التراتيب لابسوربونس، وعلى محور الفواصل لا لونغور دوند، يعني طول الموجه. داكوغ طول الموجه لا لونغور دوند اوكي. روماركيو معايا فينين الانين شحال، شوفوا راهي ليكستريميتي سي 260 نانومتر اوكي. باغ كونتر التيروزين والتريبتوفان لي دو 280 نانومتر اوكي. هذا واش تشفاولي في هذه الحكايه هذه كامل، باللي التيروزين والتريبتوفان يابسوربيو 280 نانومتر، اون لونغور دونت دو 280 نانومتر. باغ كونتر الفينين الانين يابسوربي 260 نانومتر. السلام عليكم خويا، هذا ما كان. شوفوا شنو كاتب لكم بالاحمر، هاد العفسه هنا فاش نسحقوها، شوفوا مليح.
قال لك لو تريبتوفان ايلي فلوريسون. واش معناتها فلوريسون؟ فلوريسون معناتها مشع، داكوغ مشع. فاش يهمني انا كي تريبتوفان مشع، وفاش يهمني كي ابسوربيو، فاش يهمني هادشي؟ قال لك اوتيل pour repérer la présence des protéines, le dosage des aminoacides aromatiques par spectrophotométrie. Ça smoni mliḥ mliḥ wach rani ghanqul lkom w had lhadra bzaf bzaf important ma tqdouch imagine wach hal f ldars li rahou jay men ba3d machi had ldars ldars li rahou jay men ba3d ghanqraw les méthodes d'étude تاع les acides aminés méthodes d'étude d'accord تاع les acides aminés صح ميثود ديتود معناتها كيفيه الكشف. حنقراو على لو دوزاج تاع لي زاسيد اميني، الكشف تاع على لي زاسيد اميني باش نعرفوا بلي هاد لاسيد اميني وشنوه. اسكو تريبتوفان، اسكو فينين الانين، اسكو اسبارتات، اسكو كيفاش، اسكو نحكموا لاسيد اميني ونحطوه تحت المجهر ونشوفوا؟ ما تنفعك فيه والو، باسكو اصلا لاسيد اميني ربي خلقو ترونسبارون وما هيش بهذيك السهوله اللي راك تظنها. لازم نديرو دي ميثود كيما هكا لي بروبريتي هادوما يعاونوني. باغ اكزومبل نحكم بروتين معين، اوكي نحكم بروتين معين صح، هذاك البروتين حبيت نعرف الى فيه التريبتوفان ولا لا، داكوغ. وشنو باغ اكزومبل ندير هادي، نستعمل هاد لا بروبريتي نشوفو بلي راهو يابسوربي هذاك البروتين، يابسوربي في 280 نانومتر، نقول صافي كسور كاين تريبتوفان، داكوغ. ولا زعما نشوفو يابسوربي في 260 نانومتر، نقول صافي كسور كاين فيه الالانين، بيان سور باجهزة معينة صح. باغفوا نحكمو سيغتان موليكول اصلا ما يكونش على بالنا اصلا الى فيها بروتين ولا لا، اصلا ما يكونش على بالنا الى هذه بروتين ولا لا، داكوغ. ما تيماجينيوهاش بلي بزاف ساهله، ما تيماجينيوهاش هكاك. دونك باغفوا اصلا ما يكونش على بالك الى كاين بروتين ولا ما كاش، كيفاش تفيق باغ هادو الى ابسوربت في 260 نانومتر؟ سي بون راك سور بلي كاين فين الانين، لو فات كي كاين فين الانين تسمى اوفيسيال كاين بروتين، داكوغ. دونك هذا واش قال لك اوتيل بور ريبيري لا بريزونس دي بروتيين، باش نعرفوا بلي كاين دي بروتيين ولا ما كانش اصلا، اوكي. واش تشدوا لي هاد الحكايه؟ شدوا لي برك بلي 280 بور تيروزين تريبتوفان و 260 بور الفينين الانين. السلام عليكم، داكوغ صح. توجور افيك لي بروبريتي فيزيك، واش قال لك؟ قال لك ايونيزاسيون دي زاسيد اميني. واش معناتها كلمه ايونيزاسيون؟ معناتها لي زاسيد اميني عندهم قابليه للتاين. شكون اللي حيتاين لك انت في لاسيد اميني؟ يرحم بابك، شكون؟ ها يقولوا لي شكون؟ سوا السي او او اش ولا الان اش 2. الى تاينت السي او او اش راح تتاين بفقد، باسكو السي او اش هي عباره عن وظيفه كربوكسيليه، وظيفه حمضيه. الوظيفه الحمضيه تتاين بفقد، تتأين بالفقد، داكوغ. تفقد الاش، كي تفقد لي الاش ديالي تكتسب شحنه سالبه، هذا واش يحكي لك في حكايته. وإلا تأينت الوظيفه الامينيه ولا الوظيفه القاعديه واللي هي الان اش 2 رايحه تتأين بالاكتساب، داكوغ، رايحه تتأين بالاكتساب، دونك حتكتسب اش وتولي ان اش 3 بلس. السلام عليكم، هذا واش يحكي لك لهنايا. ومن بعد ديك قال لك لي زاسيد اميني سون دونك دي موليكول اون فوتير. واش معناتها اون فوتير؟ معناتها انفوتيريه، معناتها مذبذبيه، معناتها تاره تلعب دور حمض وتاره تلعب دور اساس. حسب واش؟ حسب الوسط اللي راهي محطوطه فيه، قريتوها في الترمينال، حسب الوسط، حسب درجه الحموضه اللي حطيتها فيها. الا حطيتها في وسط قاعدي راح تلعب دور حمض، راح تسلك سلوك حمض بفقد الاش. والا حطيتها في وسط قاعدي الا حطيتها في وسط قاعدي راح تسلك سلوك حمض، داكوغ، بفقد الاش. وإلا حطيتها في وسط حامضي رايحة تسلك سلوك قاعدة باكتساب البروتون اش بلس. والسلام عليكم، هاد الشي اللي قريته في الترمينال بلا ما نقرا ديابو، داكوغ. نكملو. قال لك دوكا توجور داخله في الايونيزاسيون دي زاسيد امينيا توجور. قال لك دوكا لا نوسيون تاع البي اتش اي. البي اتش اي واش معناتها؟ سي لو بي اتش ايزو الكتريك، هي نقطه التعادل الكهربائي. اسمعوني مليح واش راني نقول لكم دوكا.
وش معناتها نقطة التعادل الكهربائي؟ هي النقطة التي عندها يكون مجموع الشحن تاع الحمض الأميني معدوم. مجموع الشحن يكون معدوم. دوك نفهمكم مش معناتها الهضرة. صح، تبعوا معايا. كي تروح تضرب على الجلايسين، قال شوفوا لي الجلايسين يرحم باباكم، الجلايسين شوفوا سي او او موا وعندو ان اش 3 بلس، سي او موا اعتبروها لي ناقص واحد، والان اش 3 بلس اعتبروها زائد واحد. كي تروح دير انت ناقص واحد زائد واحد شحال تعطي؟ تعطيك زيرو. دونك مجموع الشحن شحال؟ زيرو. داكوغ، مجموع الشحن راهو زيرو. صح. نروح نشوفو لهنا الاسيد اسبارتيك، روحوا حسبوا لي مجموع الشحن راهو سي او او موا، وعندك الان اش 3 بلس، هذيك سي او اش راهي ماهيش متاينه. anyway مجموع الشحن لهنا في الاسيد اسبارتيك شحال؟ زيرو. دونك كي تجمع مجموع الشحن عندك ناقص واحد زائد واحد، كي تروح دير مجموع الشحن وتعطيك زيرو، معناتها البي اش تاع الوسط هذاك هو نفسه البي اش اي، معناتها راك صبت لو بي اش ايزو الكتريك. داكوغ. وهاد العفسه واش يعيطوا لها؟ يعيطوا لها بلي هذيك بلي هذاك لاسيداميني راهو في انيطا تاع الزويتيريون. واش معناتها كلمه زويتيريون؟ معناتها راهو في انيطا وين كي دير مجموع الشحن يعطيك الزيرو. داكوغ، هذه هي صح. شوفوا عاود نحو نقراو، قالك لو بي اش اي ايغال بي اش بور لوكال لاسيداميني اون سوليسيون ا اون شارج نت نول، معناتها لا سوم تاع لي شارج انتراموليكولار اي نول. لاسيداميني اباري ا سو بي اش كوم ايتون نوتر alors qu'il y a au moins deux charges intramoléculaires réalisant un zwitterion. معناتها deux charges كي نروح نجمعهم نلقى زيرو، معناتها راني في ان ايطا دان زويتيريون. هذه كلمه برك، كلمه تعبر زعما كي تروح لوحده كا زعما ما بيش انا امريكاني تقولو زويتيريون يفهمها واش معناتها من الاخر، شغل زعما فرنسي خليني نقول يفهمها واش معناتها ان ايطا دان زويتيريون، يفهم بلي لاسيداميني راهو في مجموع الشحن تاعو نول بلا ما تقعد تحكي له حياتك تقولو زويتيريون يفهمها. داكوغ. لو زويتيريون بوسيد اوتون دو شارج بوزيتيف كو دو شارج نيجاتيف، يعني نفس العدد من لي شارج بوزيتيف ولي شارج نيجاتيف. داكوغ. بار لو غروبمون كاربوكسيليك شارجي نيجاتيفمون، على بالي بلي لو غروبمون كاربوكسيليك اللي هو وشنو السي او او اش اللي شارجي نيجاتيفمون باينه، وعلى لو غروبمون اميني شارجي بوزيتيفمون، على بالي بلي لو غروبمون اميني ان اش 2 كي يتاين يولي ان اش 3 بلس يولي شارجي بوزيتيفمون. داكوغ. اي لي غروبمون ايونيزابل دو لور شين لاتيرال. داكو، خلينا من هذه الاخرانيه ما تحوسوش تفهموا. مهم فهمتوا لي فكره بلي كي تروح تجمع زايد ناقص يعطيك الزيرو. السلام عليكم. زايد واحد ناقص واحد يعطيك الزيرو. صحيتو. تبعوا معايا، قال لك دوكا لا نوسيون تاع البيكا. البيكا نورمالمون قريتوها في التيرمينال كي قريتو الوحده الرابعه تاع الفيزياء، بصح معليش البيكا اون جينيرال بلا ما نغوصوا في التعمقات تاع الوحده تاع الفيزياء، بلا ما نغوصوا فيهم اون جينيرال، بيكا قال لك يساوي البي اش دو دومي ديسوسياسيون. واش معناتها كلمه البيكا؟ البيكا هي معناتها البي اش ا بارتير دو كال 50% تاع لو غروبمون ايونيزي و 50% اينو ايونيزي. معناتها كي تكون البيكا معناتها 50% راهو ايونيزي 50% نو ايونيزي. داكوغ. تاع كنا نقولوا له في التيرمينال يا ربي كنا نقولوا له زمن نصف التفكك، عفسه كيما هكا زمن نصف التفكك نورمالمون هكا فوالا. anyway حاسبوا 3 بيكا حتى تلاقاو بهم، نتوما في التيرمينال لقيتو غير بيكا ا، بصح لهنا حنشوفوا 3 بيكا. حنصيبوا بيكا ا متعلق بالحمض، وحنصيبوا بيكا بي متعلق بالقاعده، وحنصيبوا بيكا ار متعلق بالجدر. صح. قبل ما نروحوا لحتى واحد منهم مانيش حنفصلوا فيهم اطلاقا، انا ما يخلعوكم ما والو. بيكا ا متعلق بالوظيفه الحمضيه بلوتو ماشي الحمض، متعلق بالوظيفه الحمضيه. صح. وشنو هي الوظيفه الحمضيه؟ هي السي او او اش. وبيكا بي متعلق بالوظيفه القاعديه واللي هي الان اش 2، والبيكا ار متعلق بالجذر ديالي. داكوغ، متعلق بالجذر ديالي. تري بيان. اوكي تري بيان، تبعوا معايا مليح. شوفوا نتوما ان شاء الله في لي سوجي واش حيعطيكم تاع نجيكم من الاخر تاع من الاخر بلا ما تفهموا لي هاد الخلاطه.
في لي سوجي واش حيعطيكم؟ حيعطيكم اسيد اميني معين داكوغ. من الاخر حيجيك هكذا يعطيك اسيد اميني معين ويقول لك حسب لي البي اش اي ديالو، وانت هي في التمرين يمد لك البي كا او يمد لك البي كا بي ويمد لك البي كا ار. اسمعوني مليح واش راني حنقول. الى مد لك حمض اميني نوتر، يا اخي عندنا احمض امينيه حمضيه وعندنا احمض امينيه قاعديه وعندنا احمض امينيه نوتر كما نقولوا حياديه، ما هي حمضيه ما هي قاعديه صح. الى مد لك اسيد اميني نوتر، البي اش اي تاعو كيفاش تحسبوا؟ دائما وابدا قاعده كتبوها لي عندكم، البي اش اي تاع لاسيد اميني نوتر كاين 15 نوتر. دائما بي كا زائد البي كا بي يمدهم لك، البي كا زائد البي كا بي قسمه 2. السلام عليكم. بي كا نعاود، البي كا زائد البي كا بي قسمه 2 داكوغ صح اوكي. الى مد لك حمض اميني حامضي، الى مد لك حمض اميني حامضي، شحال عندي احمض الامينيه الحمضيه؟ عندي زوج، عندي اسيد جلوتاميك واسيد اسبارتيك داكوغ. بي اش اي وشحال تساوي؟ تساوي بي كا زائد بي كا ار قسمه 2. شوفوا درنا البي كا ا، علاش درنا البي كا ا؟ استعملنا كل بي كا بي ما كاش كاع في الصوره، كنت راه ما كيبلي ما كاش كامل بي كا بي في القانون هذا المأطر بالاحمر. علاش؟ باسكو رانا مع الاحماض الامينيه الحمضيه، كي يكونوا في الاحماض الامينيه الحمضيه نستعملوا البي كا ا. دونك بي كا ا بلس بي كا ار قسمه 2 السلام عليكم يساوي سا ديبون شحال يساوي. كيما في هذه الحاله يساوي 3 باسكو اسيد غلوتاميك داكوغ. مثال برك بلا ما يهمكم هادو هما لي زيتاب. هاك تشوفوا هاد لي زيتاب هادو بلا ما تخزروا لي فيهم كاع، هادو هما لي زيتاب كامل باش نخرجوا بهذا القانون، زعما يوري لك كيفاه العلماء خرجوا بهذا القانون. نتوما حافظوا القانون ديريكت. المهم تاني قاعده رقم 3، الا كنا في الاحماض الامينيه القاعديه، شحال عندي القاعديه؟ عندي 3. شكون عندي؟ عندي الهيستيدين، وشكون تاني؟ عندي الارجينين، وشكون تاني؟ عندي لايزين، الله اعلم. فوالا لايزين نورمالمون. اه هادو الاحماض الامينيه القاعديه، كيفاش القاعده تاعهم؟ زعما هكا زعما بغباء بي اش اي قلت لكم القاعديه متعلقه بالبي كا بي، متعلقه بالقاعديه، متعلقه بتوسكي قاعده. تسمى بي اش اي تاع القاعديه هي بي كا بي زائد بي كا ار قسمه 2 داكوغ. دونك الحمضيه احماض الامينيه الحمضيه كيفاش نحسبوا البي اش اي تاعهم؟ بي كا ا بلس بي كا ار قسمه 2. الاحماض الامينيه القاعديه بي كا بي بلس بي كا ار قسمه 2 داكوغ. والاحماض الامينيه المعتدله النوتر اللي قعدوا 15 بي كا ا بلس بي كا بي، كي شغل دمج بين الحمضيه والقاعديه وما نشوفوش البي كا ار، هنا ما نتلاقاوش بها. دونك بي كا بي بلس بي كا ا قسمه 2. هنا مثال 6 ويهضر لك على الجلايسين صح، ما ديروهاليش كقاعده. تري بيان. دونك في ليونيزاسيون دي اسيد اميني توجور قال لك لو بوين ايزو الكتريك اي لو بي اش او ان اسيد اميني سو تروف دون سا فورم نوتر داكوغ. بي اش اي قلنا كيكون لاسيد اميني سا فورم نوتر. ان بي اش سوبيريور او بوين ايزو الكتريك لي اسيد اميني فورم دي انيون اي او دوسو تعاد لو بي اش فورم دي كاسيون. شنو هما لي زانيون؟ لي كاسيون سي تو سامبلومون راهو يهضر لك يكون عنده شحنه موجبه ولا شحنه سالبه، يعني شارده موجبه شارده سالبه، هذا واش معناتها لي زانيون اي لي كاسيون داكوغ. صح قال لك ان بي اش سوبيريور او بوين ايزو الكتريك، كيكون البي اش الوسط درجه الحموضه تاع الوسط اكبر من البي اش اي داكوغ، اكبر من بي اش اي. واش معناتها؟ معناتها الاسيد اميني يحس روحو راهو في وسط حامضي ولا وسط قاعدي؟ باينه بلي يحس روحو راهو في وسط قاعدي داكوغ، مانيش غلطه نورمالمون. اه باسكو البي اش تاع الوسط راهو اكبر من البي اش اي تاعو، دونك يحس روحو راهو في وسط قاعدي، دونك يسلك سلوك حمض. كي يسلك سلوك حمض تتاين وظيفته شكون؟ الكربوكسيليه الحمضيه بالفقدان، كي فقدان يكتسب شحنه سالبه دونك يولي انيون. والا كان او دوسو يعني فوق البي اش، كان او دوسو دو سو بي اش دونك حيحس روحو ان فات حيولي كاسيون، دونك يكتسب شحنه موجبه بكل اختصار. اني واي لو بي اش اي بور لي اسيد اميني نوتر
قالك جينيرالمون لي اسيد اميني نوتر احماض الامينيه المعتدله جينيرالمون البي اتش اي تاعهم يكون بين 4.8 حتى 6.3 ولي اسيد اميني بازيك قاعديه الاحماض الامينيه القاعديه البي اتش اي تاعهم جينيرالمون يكون كبير هذه قريتوها في الترمينال نورمالمون يكون كبير دونك يكون من 7.8 حتى 10.8 و لي اسيد اميني اسيد البي اتش اي تاعهم يكون من 2.7 ل 3.2 داكوغ Anyway, le PHI est utilisé dans plusieurs procédés de séparation et de la sélection des acides aminés. Je m'entends de la hadra. Le PHI fait chez Aouna. Il y a un fassel bain l'ahmad l'aminia. D'ailleurs, quand vous dites ça, dans le terminal, quand vous dites fassel bain l'ahmad l'aminia, vous avez l'hijra. صح ولا ماشي صح حسب الهجره تاعهم فهداك الجهاز اللي كنتو تقراو عليه دونك كل واحد يهاجر على حسب درجه الحموضه ديالو وكذا كنتو تفصلوا بين احماض الامينيه القاعديه والحمضيه وباتاتي باتاتا تري بيان صح هاد لو طابلو سي با روتينير احنا البروف تاعنا كان يقولنا بلي يفو روتينير هذوك اللي راهم الاسهم مي بون حتى هذوك سي با فريمون امبورطون سي با روتينير قلت لكم في التمرين باش انت تحسب له البي اتش اي يعطيلك البي كا او البي كا بي ويعطيك البي كا ار ويحب يتلفها لك شوفوا نعطيكم مثال زعما لاسيد غلوتاميك باش حسبنا له البي اتش اي واش سحقينا البي كا او البي كا ار اسكو سحقينا البي كا بي ما سحقيناش البي كا بي باسكو اسيد غلوتاميك حمض اميني حامضي بصح شوفوا في المعطيات مدهالك عطالك البي كا ا وعطاك البي كا بي وعطاك البي كا ار داكوغ هو ما يقدرش لا لوجيك ما يقدرش يبدلك غير البي كا او البي كا ار شغل ويبيع لك كيفاش تحسبها صح دونك يعطيهم لك في ثلاثه وانت بصح لازم تكون فايق باللي لاسيد غلوتاميك سي ان اسيد اميني اسيد دونك نستعمل غير البي كا او البي كا ار داكوغ توجور قسمتين دائما وابدا Anyway, وهكذا نكونو كملنا لي بروبريتي فيزيك جو بريفير نكمل هاد لا فيديو لهنايا ندير لكم اون اوتر فيديو ان شاء الله على لي بروبريتي كيميك بون كوراج bon